عالم مهم هدي مهم جدا، بنرجع عليه شي اليوم. نظم المؤتمر الثالث لعلاجات الاورام المبتكرة، واللي هو بشراكة مع معهد جوستاف روسي، اللي هو المعهد الاول في اوروبا والثالث عالميا في علاج الاورام، ومصحة حنا بعد اللي هي زادة المركز الاول في تونس علاج الأورام في القطاع الخاص. الدورة الثالثة الليبية شاركوا فيها أكثر من 30 باحث من أنحاء العالم، شي قدموا أحدث التطورات لعلاج الأورام. وعندنا من تونس وخارج تونس أكثر من 350 مشارك حاليا. دونك هذايا المؤتمر، دونك الهدف من المؤتمر هذايا إنه يكون عندنا بلاتفورم تاع نقاشات، تاع تبادل الاراء، تاع تبادل الواقع من بلد لبلد لايجاد احسن الحلول. والهدف الوحيد والموحد لكل المختصين اليوم هو القضاء على الاورام، على السرطان. علاش استنى شهر اكتوبر؟ لانه شهر اكتوبر معروف باكتوبر الوردي، هو شهر الحسيس، التقصي عن سرطان الثدي. سرطان الثدي اللي لازمنا نعرف توا بمحتل المرتبه الاولى في عدد السرطانات عالميا وفي تونس. يعني عالميا كل سنه عندنا اكثر من 12 مليون حاله، في تونس على حسب نتائج وزارة الصحة احنا في حوالي 4200 حالة جديدة سنوية. صحيح انه العدد هذايا قاعد يتفاقم ويتزاد من سنة لسنة، لكن فما حاجة اللي هي ما لازمش ننساوها، انه بحكم التطور الكبير في تقنيات التقصي المبكر ولينا نفكر في الاورام هذايا على فكرة مش مبكر، وبالتالي فضل زاد التطورات الطبية والعلاجات اللي ولات ناجعة أكثر فأكثر، نسب الشفاء قاعدة تمشي وتعلى. نجم نقول لك إنه عنا نسب نجم تفوت من 95%. هذه فيما يخص علاش شهر أكتوبر. جمعية نوران كما حكيت لك على العلم، مش حكيت لك زاد على الوقاية. الوقاية اللي هي من الأهداف الكبرى للجمعية، لأنه مرض السرطان نجم نتوقعه منه، أول حاجة بنمط حياة اللي هو يكون صحي، يعني اللي تدخل فيه تنظيم التغذية، الابتعاد عن التدخين، السمنة، الكحول، وتعاطي رياضة بصفة دورية. علاش كل سنة الجمعية تنظم ماراثون؟ الماراثون هذي يكون ديما في فترة شهر أكتوبر. السنة هذي بحكم الظروف والإيفينمون الكبير هذي باش يكون يوم 3 نوفمبر، يعني أول يوم أحد في شهر نوفمبر. وين نستدعاو فيه العدائين اللي هما متمرنين، ولكن سباق 21 كيلومتر، أما زادة العائلات واللي باش يشاركوا في سباق 5 كيلومتر. هذايا الهدف منه كله باش نشجعوا على القيام بالرياضة، باش نحسسوا المرأة زادة بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. الحاجة الأخرى نبقاو في التقصي المبكر. التقصي المبكر اللي هو يهم المرأة خاصة بالقيام بصورة الماموغرافي، هو الكشف بالأشعة على الثدي، اللي هي صورة تصير مرة في السنتين بداية من سن 45 سنة. يعني من اللي تم تأسيس جمعية نوران كل المرابيح اللي نعملوها في الزبن معنا كنا نقتني بهم آلة ماموغرافي. تم تأسيس المراكز وتركيب
الحالات هذه في كيما مستشفى نابل جربة أريانا هي تبان الوطني للأسرة والعمران شاحنة المملكة هي شاحنة كاملة المعدات كاملة تشمل آلة ماموغرافي تشمل آلة إيكوغرافي وكي نتحولوا كفريق كامل وشامل في مختلف الاختصاصات للأيام أشب في يوم واحد لسرطان الثدي إلى مراكز تصوير بحكم البعد ولا بحكم إنه ما فماش مراكز تصوير وإلا بحكم إنه ما عندهاش القيمة اللازمة باش تقوم بالتصوير نفحصوا 940 مرأة مجانيا 940 مرأة هذوما نجم نقولوا إنه اكتشفنا في حوالي 20 حالة أورام بتضافر كل الجهود بين مراكز الصحة والأطباء الاختصاص ما كان إنه زادة نوجه نساء هذوما باش يتعالجوا في أقرب مراكز الاختصاص والمشوار مازال طويل لأنه مازال فما عدة أماكن اللي هي تستحق إن نروحوا لها والهدف الكبير هو إنه نحسسوهم بأهمية التقاسي وإنه نعاونوهم بشكل التقاسي يعني الشراكة الكبيرة هي ديما مع وزارة الصحة الشراكة الثانية اللي هي خاصة توا في مورو لايف مع ديوان الأسرة والعمران الشراكة الأخرى هي مع كل المتطوعين والسبونسور اللي هما الممولين للآلات هذية للخرجات هذية اللي هما ينجموا يكونوا مؤسسات ينجموا يكونوا مخابر صيدلية اللي مجال نتاعهم يهتموا برشا بالصحة وزاد عامة الشعب لأنه فما توينسا اللي يقول أنا نحب نعاون نحب نعاون التونسي نحب نعاون الجمعيات وهذايا مهم برشا لأنه من غير هذا الكل الجمعية تأمل باش تعمل حاجات أما إذا كنت حاب تحققهم من غير اللي يسميهم ما تنجمش مهم جدا معناها جمعية واحدة ما تنجمش تغطي تونس كاملة لازم في كل الجهات لازمها تكون فما جمعيات المجتمع المدني مهم جدا وهذا قاعدين نشوفوا فيه معناتها من الثورة في تونس معناتها الحاجات اللي تمكنت انها عملتها الجمعيات لانه فما لا كونسيونس موجودة للتونسي يحب يعاون وكل جمعية عندها المجال نتاعها فما جمعيات اللي تتلهي مثلا بالمرضى فما الجمعيات اللي هي تتلهي بالنشاط العلمي فما جمعيات اللي هي تتلهي كان بالتقصي يعني فما جمعيات تتلهي بتدريب الجان ميديسان عند الأطباء